في حي الخالدية بحمص يواصل بواسل قواتنا المسلحة ملاحقة فلول الإرهابيين المرتزقة محققين المزيد من التقدم في تنظيف الحي. مشاهدينا نحن في حي الخالدية، طبعا هذا الطريق هو الواصل ما بين أحياء الزهرة والذي يصل إلى حي الخالدية، كما نشاهد عمليات التخريب والدمار التي أحدثتها العصابات المسلحة الإرهابية في حي الخالدية، حيث كانت تختبئ داخل هذه الأبنية وتقوم بتفخيخ المنازل والمحلات التجارية. مشاهدينا كما نشاهد هذه الأبنية بالمقابل هي أبنية يختبئ بداخلها العصابات المسلحة، طبعا بواسل الجيش العربي السوري تقوم بملاحقة هؤلاء الإرهابيين. هذه الكتل والأبنية الجديدة التي سيطرت عليها بواسل الجيش العربي السوري بعد القضاء على مجموعة إرهابية في حي الخالدية، وطبعا وحدات الجيش تتابع تقدمها باتجاه الأمام بحي الخالدية وملاحقة فلول الإرهابيين. طبعا بواسل الجيش العربي السوري تقوم بالقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة داخل حي الخالدية. إذا هذا هو الطريق الواصل من وسط حي الخالدية يصل إلى إشارة طريق حماة وإلى المشفى الوطني. نحن عناصر الجيش العربي السوري قمنا البارحة بملاحقة ومتابعة عناصر الإرهابية المسلحة الذين يحملون عدة جنسيات أجنبية ومعظمهم من تنظيم القاعدة، وهم بالتأكيد يخدمون العدو الإسرائيلي، وحيث قمنا بطردهم وسحقهم وقتل عدد كبير منهم في هذه المنطقة الخالدية.